هدف التعادل. تصويبه جميله بالملي بالمسطره بالمقاس، حطها في ارتفاع قاتل جدا وفي زاويه صعبه جدا في المقص الشمال على شمال شريف اكرامي. اللاعب اوساسكو الناجيري رقم 25 بيسجل هدف جميل في ارتفاع صعب جدا في زاويه الحيطه، ومجهود كبير من شريف اكرامي ولكن قويه وسريعه الى حد ما، وعلى